السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، هذا هو الدرس السادس من دروس التربية الإسلامية للصف السابع، وعنوانه الإيمان باليوم الآخر. نبدأ على بركة الله بسرد الأهداف. أولاً، توضيح مفهوم اليوم الآخر. 2، ذكر بعض أسماء اليوم الآخر التي ذكرت في القرآن الكريم. 3، الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية على قدرة الله سبحانه على البعث. 4، ذكر أحداث يوم القيامة. 5، بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر. ونبدأ على بركة الله بمفهوم اليوم الآخر. ما هو مفهوم اليوم الآخر؟ عزيزي الطالب، وما حكم من ينكره؟ لنرى الآن. الإيمان باليوم الآخر معناه التصديق الجازم، أي الذي لا شك فيه، بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس من قبورهم ويحشرهم للحساب، ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، وهو أحد أركان الإيمان الستة، ولا يصح الإيمان إلا به ويكفر منكره. فلذلك لا بد أن تؤمن بأن اليوم الآخر هو اليوم الذي سيبعث الله فيه الموتى حتى يحاسبهم على أعمالهم، ومن أنكر الإيمان بهذا اليوم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. لنرى من خلال الآيات، استنتج أسماء لليوم الآخر ذكرت في القرآن الكريم. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. اسم من أسماء يوم القيامة وهو القارعة، لأنها وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع، كما تقرع الباب بشدة، فهي تقرع القلوب لما فيها من أهوال وأحداث عظيمة. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. من أسماء يوم القيامة الطامة، وسميت لأنها سميت بالطامة لأنها تفوق ما سواها من أحداث. الآية التي تليها قال تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ويوم الخلود من أسماء يوم القيامة، وسمي بيوم الخلود لأن الناس يخلدون في الجنة أو في النار. أيضا قال تعالى: إذا وقعت الواقعة، فهي أيضا الواقعة من أسماء يوم القيامة، وسمي بالواقع على تحقيق وقوعها لأنها ستقع حقيقة. وأيضا الآزفة، قال تعالى: أزفت الآزفة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. والآزفة أي القريبة لقرب قيامها. أيضا قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. إذن يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة، لأنه اليوم الذي يتحسر فيه الناس على ما فوتوا من طاعة ربهم. أيضا فإذا جاءت الطامة الكبرى، كما ذكرنا الطامة وسميت لأنها تفوق ما سواها من أحداث. أيضا قال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يوم الجمع، وهو اللي لأن الناس يجمعون فيه الحساب. ويوم الخروج ويوم الخروج، لماذا سمي بذلك؟ لأن الناس يبعثون من قبورهم ويخرجون منها. أيضا يا أحبابي، نأتي إلى الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على الإيمان باليوم الآخر. قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من سورة البقرة، فهنا إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي الأدلة النقلية أو
الأدلة من القرآن والسنة. أما الأدلة العقلية على وجود اليوم الآخر فهو كيف ترد على شخص ينكر الإيمان باليوم الآخر؟ أنكر المشركون قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث واستبعدوا عودة الحياة إلى الإنسان مرة أخرى بعد أن تبلى عظامه ويصير ترابا، فقد رد القرآن عليهم بالأدلة المفحمة. ومن هذه الأدلة كيف رد عليهم؟ قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. رد الله عليهم بما معناه في هذه الآية أن الإعادة أسهل على البشر من إيجاد الشيء أول مرة، فكيف ينكر المشركون قدرة الله سبحانه على البعث وهو الذي خلقهم أول مرة، فلا يعجزه سبحانه إحياؤهم وبعثهم بعد موتهم. ومن آياته أيضا رد الله عليهم بهذه الآية، قال تعالى: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هنا انظر إلى الأرض عندما تكون جدباء ليس فيها ماء تتشقق وتكون مقفرة صحراء، ماذا يحصل لها إذا نزل عليها الماء؟ انظروا كيف تصبح الأرض مخضرة وفيها حياة. الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، فالله سبحانه يحيي الأرض القاحلة التي لا حياة فيها بإنزال المطر عليها فتدب فيها الحياة وينبت الزرع والنبات، كما أنه سبحانه القادر على إحياء الناس بعد موته. أيضا من الأدلة التي رد الله بها على الكفار في أحياء الموتى وفي اليوم الآخر قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الاستدلال بخلق السماوات والأرض، كيف خلق الله السماوات والأرض من العدم سبحانه وتعالى؟ صندوق المعرفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. إذن عجب الذنب هذا العظمة كما هو في الصورة أمامكم التي تكون في أسفل العمود الفقري، هو هذه العظمة التي ينبت الإنسان فيها من جديد بقدرة الله تبارك وتعالى. عجب الذنب اللي هو اللي ما ذكرناه. طيب، من العدل أن يثاب المحسن وأن يعاقب المسيء، ولكن هذه الدنيا لا يتحقق فيها العدل المطلق. لذا فإن العقل البشري السوي يؤمن بأن الله سبحانه لابد أن يقيم موازين العدل في حياة أخرى. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معنى ذلك يا طلاب الأعزاء أننا في الدنيا ربما يقع ظلم علينا أو على أقربائنا، لأن هذه الدنيا فيها الناس الصالحون وفيها الناس الفاسدون، ومنهم من يأكل حقوق الناس، لكن يوم القيامة عدل مطلق، لأن الله عز وجل هو الذي كتب علينا هذا العدل. إقامة العدل بين الناس تقتضي وجود يوم آخر، لأن في هذه الدنيا لا تحقق العدل المطلق التام، وإنما فيها عدل النساء، فاحتجنا إلى العدل المطلق يوم القيامة. ما أهمية الإيمان باليوم الآخر؟ يدفع المسلم نحو عمل الصالحات، هذا شيء، ويبعد المسلم عن المعاصي والمنكرات، نعم، طمعا في نيل ثواب الله تعالى ودخول الجنة. ما الأحداث التي تحدث يوم القيامة؟ نشوف. يأمر الله سبحانه وتعالى الملك إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، فتنشق السماء وتتناثر النجوم وتزول الجبال وتهلك جميع الأحياء. ثم يأتي الله سبحانه، ثم يأمر الله سبحانه إسرافيل بالنفخ في الصور مرة أخرى، فيبعث الله الناس من قبورهم ويحشرون للحساب. نجيب على التقويم صفحة 36 يا شباب الآن سوية. السؤال الأول: أبين مفهوم الإيمان باليوم الآخر.
الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس من قبورهم ويحشرهم للحساب ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، وهو أحد أركان الإيمان الستة، ولا يصح الإيمان إلا به ويكفر منكره. 2. السؤال الثاني: أستنتج أحداث اليوم الآخر التي تدل عليها الآيات الكريمة. قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة الصعق، أي أن كل الخلائق تموت وتتفتت الجبال وتتفجر نحو تشق السماوات وغيرها. أما النفخة الثانية نفخة البعث، بعث الناس من قبورهم أحياء ليحاسبهم على أعمالهم. وفي الآخرة يكون للمتكبرين عذاب. قوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. بعث الناس من قبورهم ليعرفهم بأعمالهم ويحاسبهم عليها. أيضا أعلل تسمية اليوم الآخر بالأسماء الآتية: يوم الخروج، الآزفة، يوم الجمع. يوم الخروج لأن الناس يبعثون فيه ويقومون من قبورهم ويخرجون منها. الآزفة أي القريبة. يوم الجمع لأن الناس يجمعون فيه الحساب. السؤال الرابع: أذكر خمسة أسماء اليوم الآخر. يوم القيامة، يوم البعث، يوم الساعة، يوم الحشر، يوم الجمع، القارعة، الطامة. كل ما يأتي يعني عندك إجابة صحيحة إن شاء الله. نرى السؤال الخامس: ما أثر الإيمان باليوم الآخر على سلوك المسلم؟ توجيه المسلم نحو العمل الصالح، التزام الطاعات والبعد عن المعاصي. السؤال السادس: وعلل إقامة العدل بين الناس تقتضي وجود يوم آخر. أجبنا عليه قبل ذلك، وهو حتى يثاب المؤمن ويعاقب المسيء. السؤال السابع: ووضح دليلا عقليا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. إحياء الأرض بعد موتها. خلق السماوات والأرض خلق